البنات العيالات كاين انخفاض تام، انخفاض مهم. كان الذهب كيدير وصل حتى 750 درهم، اليوم اليوم وصل ل 690 درهم، بمعنى انه نقصت فيه 60 درهم. باش هذه نقولوا حنا غير فرصه، ربما هذه فرصه، لان الذهب حنا بغينا يطلع عفوا، ولكن يمشي بواحد واحد الوتيره اللي هي معقوله، ما يغليش بهذيك الطريقه اللي كنا كنشوفوا حنا طلع عليا، طلع حقيقه طلع ماشي هي هذيك. لكن الا مشى بالطريقه اللي هي معقوله، هذا هو المعروف في الذهب، هو انه كيمشي واحد حدا واحد شويه بشويه. واش الذهب غيبقى نازل ولا غيطلع مازال؟ العلم عند الله تعالى، العلم عند الله. لكن الاكيد والله اعلم ان الذهب دائما كيهبط، ولكن عاوتاني كيعاود يصعد. دابا البارح راه كان اولا، والبارح كان هبط واحد الهبطه كثار هكا، والثاني هو الثاني بدا كيرتفع. الذهب هو هذا، ما عندوش شي حاجه، ما كاينش واحد يكذب عليك الذهب يقول لك هذا، يقول لك الذهب غيطلع ولا غادي يهبط. اما كتبقى تخمينات، وتخمينات لا يعتد بها ولا يعني يعتمد عليها. بسم الله حياكم الله. بدينا بالبراسليات هاك ها هما اختي البنت الاخرى قالت لك اسيدي بدينا بالبراسليات. تحيه للبنات، تحيه للمتابعات ديالنا. لاله مولاتي الف مرحبا بكم جميعا. ممكن نعرف العنوان؟ الناس اللي كيتسالوا دائما على العنوان، العنوان ديالنا كاين في اسفل الشاشه، غنكتبوه لكم. ونكتب لكم الهواتف ديالنا اللي هو 06 بالنسبه للتليفون 0678 91 34 29 ياك البوني. 06 78 91 34 06 78 91 34 27. اذا على بركه الله نبداو باش ندركوا شي الوقت، لان كاين ما يتشاف كاين ما يتعرض. اليوم كاين اثمنه كتبدا من 690 درهم للغرام، الهميزات كاينه من ابتداء من 690 درهم، 690 درهم ابتداء. مرحبا برشا رشا، الف مرحبا ابو ياسير، تبارك الله عليكم. اذا بارطاجيو البنات الايقونات ديال ابو جوهرات المتوكل، ايقونات الذهب هما المتبعات ديالنا، المتتبعات ديالنا هما الايقونات ديال الذهب وهما الذهب، تبارك الله عليكم حياكم الله. اذا اليوم نبداو على بركه الله. كنشوف الاخت او البنت الاولى او البنت الاولى نطلبوا الحلقات، نبداو بالحلقات، نبداو بحلقات على بركة الله. إذا عرف الحلقة أستاذ، ها هما الحلقات نبداو بها. كل حاجة غنديرو منها من كل فنين طرف. بالنسبة للحلقات بالنسبة للتيك توك هي كاتبينها تما الناس، الله يجازيكم بخير الناس ديال تيك توك، كاتبين النمرة 06 78 91 34 27. بالنسبة للحلقات البنات كاين هما، كاين حلقة زوينين دائما في الهميزات، دائما زينة وخزينة. كاين هاد الحلقات اللي هما ديال هاد الحلقات اللي معروفين، كاين شي خدمة زوينة ما شاء الله. وزهرات المتوكل معكم، حلقات كذلك هما دائما الهميزات، دائما زينة وخزينة. تبارك الله عليكم الناس، حياكم الله. إذا وزهرات المتوكل عليكم السلام ورحمة الله، سامية حياكم الله دائما، عليكم السلام ورحمة الله، زادكم الله من فضله أمين. أختي سامية جزاك الله بخير، الله يعطيك الخير. شكرا شكرا على الدعوة ديالك وعلى الحفاوة ديالك وعلى الأخلاق السامية، الله يحفظكم وسلامة مباركة، جزاك الله بخير. أري الحلقة تولي حيد يد هدودنا، أري الحلقة حيدك النظام تما. إذا نبدأ بالحلقة على بركة الله، على بركة الله نقولوا بسم الله. مجوهرات المتوكلين كنرحب بجميع المتبعات ديالنا. كاين بالنسبة لهاد الحلقة ها هي اللي هي ديال البنانة، أو نقولوا بحال البنانة. هما هاد الحلقات هاد الشكل الجميل، حيدو لي ولدي من هنا، ممتاز ممتاز سي عبد المنعم. هاد الحلقات هما شوفوا معايا الميزان ديالهم فيهم 3.20 غرام، الثمن ديالهم ما شاء الله 2500 درهم، 250 أورو، 50000 ريال. هما ولدي هادو. كاين كذلك الحلقات ديال ديال الفيس او ديال الكارتي، هما كيبقى الثمن ديالهم والوزن ديالهم كيبقى 5.80 غرام، هما كيبقاو 4800 درهم، 480 ديال الاورو، 480 ديال الاورو. اسمعي لمولاتي الحلقات
كيفاش عاملين اثمنه مختلفه دائما والاثمنه جد مناسبه نفس كذلك اللي بغات الحلقه الخاتم ديالهم راه كاين الخاتم ديالهم الخاتم ديالهم ما شاء الله كيدير 380 كيبقى الثمن ديالو 3100 درهم 310 ديال الاورو كل حلقات تشكل هذا الميزات شارجير كيديرين بارطاجيو الناس ديال فيسبوك الناس ديال فيسبوك الدعوات ديالكم الناس ديال انستغرامكم كذلك ما تنساوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى اله كاين هاد الحلقات كيبقاو هما 4500 درهم 450 ديال الاورو شي حاجه زوينه العاشقات البنات العيالات هانتوما البنات شوفوا البنات على هذا الجمال شوفوا ما شاء الله شوفوا على الجمال شوفوا على الفن تبارك الله هذا كيبقى ب 150 اورو 150 الف فرنك 90 الف ريال في انستغرام 80 حلقات دائما هنا في مجال الحلقات كاين الحلقات هما تكون الصوره تكون واضحه تكون بينا باش كلشي يستافد هبوط الذهب بالحوض حتى حنا نبدا نتبعو السوق هذا الثمن ديالو كيبقى هادي فيها 4 غرام و 70 3500 درهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات تبارك الله على البنات يلا صلوا معايا على النبي يالله 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 المتابعات يالله العاشقات يالله لله مولاتي تبرعي مع راسك وتابعينا كاين حلقات اخرى في هذا الشكل الجميل حلقات في هذا الشكل الانيق حلقات في شكل روعه ما شاء الله شوفوا دائما كتبقى الاثار المغربيه هي الذوق اللي كيطرب البنات ديالنا كيطرب العائله ديالنا وكيطرب العيال ديالنا ما شاء الله الحلقات ما شاء الله الثمن ديالهم كيبقى الثمن ديالهم كيبقى 5000 درهم 500 ديال الاورو اللهم صل على الحبيب ام فرح يا مرحبا ام السرور ام الامل ام الحياه تبارك الله على اختي الطيبه شوفوا معايا هانتوما كتشوفوا العروض اللي كنعرض عليكم شي عروض اللي كتكون ان شاء الله في المتناول وكل شيء يستافد ودائما الغايه ديالنا هي انكم تستافدوا وتستافدوا ماديا وتستفدوا معنويا لان الذهب عند مجاورة التوكيل هو زينه وخزينه اللي هي الشعار ديالنا كاين كذلك حلقات ديال الحلقات ديال اسكا هاكم اسكا وسلعه ديال اسكا هاي حلقات قرب الكاميرا شويه قربوها شويه نقرب انا ولا هي نقرب هاي حلقات ممتازين بالنسبه للميزان ديالها فيها 9 غرام 20 هي 7000 درهم 700 ديال الاورو 700 ديال الاورو 140000 ريال السلام عليكم الصوت قليل الصوت ناقص بزاف باقي خاصني نزيد هذا الصوت انا اللي ناقص انا اللي كنهضر شويه اذا نتمنى الصوت الان يكون اقرب اهو بالنسبه للناس اللي كيقولوا الصوت يعني ما كيبانش مزيان تبارك الله عليك شكرا سيما سيم الف مرحبا كاين حلقه لويز البنات هما حلقه لويز ما شاء الله حلقه لويز الاصاله دائما كنرجعوا ليها ملي كتلفوا كنرجعوا للاصل ها انتما حلقات ديال لويز حلقات ديال لويز الاول اللهم امين يا رب العالمين الله يحفظك اختي شكرا حلقه الكلاش هما جايين هادو كيبقاو مليون و 20000 ريال 11000 درهم اذا هذه فرصه هادو كيديروا 12 دابا 11 ناقص 1000 درهم اذا زينه وخزينه لك لا مولات ها هي ممتازه هذه 11000 درهم ها هي كاين حلقات وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كاين حلقات هادو ما شاء الله مخرمين بالحزه خضراء كاينين وكاين كذلك هذه التعليقه هذه شوفي طريقة ممكن حلقة يا سلام
يا سلام، شوفوا حلقات كديرة، شوفوا حلقات كديرين، عروض مدهشة. تحية للحباب ديالنا اللي كيتابعونا من بنقرير، يا مرحبا، مرحبا الناس ديال مراكش، مرحبا بالمتابعات والمتابعين ديالنا عبر ربوع المملكة المغربية، حياكم الله. هذيك 22 غرام ونص كتبقى ب 17000 درهم، 1700 ديال الاورو. حلقة شوفوا كيفاش ديال البنات، سمعتوا الميزان، شفتوا الجمال، وشفتوا كذلك التعليقة مع 17000 درهم، 17000 ديال الدرهم، 17000 درهم. دائما تواصلوا مع عبد المنعم او كذلك خالد، هو كي يجاوبكم على التساؤلات ديالكم، كيعطيكم جميع الاراء اللي جميع الاراء اللي كتسالوا عليها كيعطيكم الجواب ديالها. كذلك الحلقات هذو ديال الحلقات، كتشوفوا الحلقات كيفاش دايرين بالنسبه لهاد الشيء. كلشي درنا فيه تأثمنه مناسبه، هذا فيه 6 غرام وستيك، 5100 ديال الدرهم، 5100 ديال الدرهم. مسالف كمية ديال الدرهم، عليكم السلام، ألف مرحبا. ثمن الجوهر الحر، مرحبا. الجوهر الحر إن شاء الله غادي نديرو فيه شي لايف من بعد، إن شاء الله يكون خاص بالجوهر وخاص بالأحجار الكريمة والأنواع ديالها إن شاء الله. تمام، شرت لامبرو، ما عندنا شرت لامبرو، مرحبا، عندنا الميزات، يا مرحبا. اذا نبقاو على تواصل، نبقاو على باش ما نوقفوش، لان كاين اللي يتشاف، كاين كذلك خالد، خالد ها اجا ولدي، هادو الحلقات الاخرين، هاد الحلقات زدنا الحلقات باش كاين حلقات كذلك، حلقات كاين هاد الحلقات هادو، شوف كي دايرين، روعة ما شاء الله. الميزان ديال هاد الحلقات فيهم 14.60 غرام، كيبقى الثمن ديالهم 14.60 غرام، كيبقى 9500 درهم، 950 ديال الأورو، 950000. كاين كذلك الحلقات هادو، حلقات المخدومين، بارطاجيو البنات. الحلقات فيهم 5.20 غرام، كيبقى الثمن ديالهم 5.20 غرام، كيبقاو 3800 درهم، 380 اورو. زينة وخزينة ما شاء الله. شحال الذهب الجرام اليوم عافاك؟ اليوم الذهب كيدير 690 درهم، 690 درهم، بدل 750 درهم. إذا الحلقات البنات باقي الحلقات كاينين، لكن حيت عندنا كاين كذلك هذه فان كليف، فان كليف كتبان لكم. يلا الناس ديال فيسبوك، الناس ديال انستغرام، ألف مرحبا. هذه كتبقى 3800 درهم، 380 اورو. حنا كنتواجدو في قصيرة المجرى، البنات اللي كيسولو علينا وكيبغيو يعرفو فين كاينين، حنا كنتواجدو في قصيرة المجرى، شارع الفيدا، الرقم ديالنا 86، الدار البيضاء، المغرب الحبيب، دائما المغرب، دائما البلد الحبيب. ما شاء الله، يا ربي بارك، يا ربي بارك وزيد في ذلك. الحلقة ديال ترودي، شوفوا معايا حلقة ترودي، الثمن ديالهم هاد الحلقات، حلقة ديال ترودي 1300 درهم، 1326 ريال، شوفوا معايا 1300 درهم. كاين كذلك حلقة ديال الإسكا،
الغصن ديالهم ما شاء الله تغلى غرام الشريك، يبقى الثمن ديالهم 7000 درهم، 700 أورو، 700 ألف فرنك، 140 ألف ريال. شوفوا الفن ما شاء الله. تحية نازل تيك توك ما شاء الله تبارك الله عليكم، راكم مساهمين معنا ومساهمين مع مجوهرات المتوكل بالبارتاج وكذلك بالجميع الانواع ديال التعابير ديال الحب والوفاء والاخلاص. يا سلام على المحبين، يا سلام على العطاء، يا سلام على اهل الوفاء. تبارك الله على المحبين ديال مجوهرات المتوكل، تبارك الله على البنات، البنات اللي كيتابعونا والجميع الشرائح، تبارك الله عليكم. ما عندي ما نقول، ما عندي ما نقول يا سيدي، انتم راكم بخير وبركه، انتم البركه تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله عليكم البنات، ما شاء الله على التفاعل ديالكم، ما شاء الله على الاخلاص ديالكم، ما شاء الله على التفاني، ما شاء الله على على على, على القلوب الطيبه والراقيه. شوفوا هذه 700 درهم الغرام حلقه، شوفوا ما كتدير 800 درهم، دابا 700 درهم. ضاحكه الوجوه المستبشره تبارك الله، اشهد اطلالات، اشهد الآلي الذهبيه، ذهبيه حقيقه، الكليان ديالنا ذهبي اصلي تبارك الله عليكم. اذا البارطاج البنات والتعابير الصادقه من اخيكم من اخوكم سعيد مجوهرات المتوكل. هذه الحلقه 700 درهم الغرام اللي هما فيهم 15 غرام، 700 درهم ما شاء الله كتبقى بمليون و10000 ريال. شوف شوف شحال تنقصات. اذا زينه وخزينه ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. ما شاء الله فحق البنات اللي طلبوني الحلقات، راه كي مازال الحلقات كاين ما يتشاف الحلقات، وكاين نطول بزاف، غادي نشوف حوايج اخرين ان شاء الله تعالى باش كلشي ياخذ حقه. كاين ما يتشاف، ولكن اللي كل حاجه خصها حقيقه تعطى لها شويه الحق ديالها، لكن اللي جا عندنا المحل غادي نلقى الاجواء ان شاء الله تعالى كما ينبغي ان شاء الله. واللي كان اللي بغى شي حاجه نصيفطوا ليه في مكان، كان في المغرب، اي مكان في المغرب، اي زاويه في المغرب، اي ناحيه في المغرب، احنا معاه ان شاء الله تعالى، توصل الامانه حتى للدار ديالو بحفظ الله ورعايته تامه ان شاء الله عز وجل. كونوا هاني ان شاء الله، وكذلك بالمجان غراتوي كما كيف كيقولوا باللاتينيه، حنا كنقول لكم بالمجان باللغه العربيه بالمجان. اذا نوصلوها لكم، ما دخلش فيها البيع والشراء، وانما بالمجان نوصلوها لكم ان شاء الله، حتى الاماكن فيما كنت، حتى الاداره ديالك، حتى الدار ديالك، حتى بنور القران. اهلا وسهلا باهل القران، اطاب هذا المجلس بكم بحضوركم تبارك الله. كاين هذه الحلقه حتى هي زوينه ما شاء الله، اللي كتقد الثمن ديالها ما شاء حلقه شوطر ودي دوبله زوينه، عفوا الثمن ديالها كتبقى هي 2600 درهم 52000 ريال. اذا بركة علينا من الحلقات ندوزو حوايج اخرين ان شاء الله تعالى، باش ندوزو ان شاء الله. الله يحفظكم منور سي سعيد، الله يحفظك استاذ الكريم تبارك الله عليكم. شحال خويا الكورميت 24، كاينه الكورميت 24 الثمن ديالها حاليا كتعمل 1,150,000 ريال. الف مرحبا، اي استفسار قولوها لي نحاول نشوفو ان شاء الله نقري معكم الغالي. انتم راني ارى لو شي ارى لنا شي ارى لنا شي ورتينا. بالنسبه للخواتم في الهميزه تاعهم، خواتم في الهميزه، اعطيني خواتم، اعطيني الحمد لله خواتم، كل شيء هادشي في الهميزه. اللي بغاتي حاجه في الهميزه هما الخواتم، الخواتم ها هما. عيالك كيقلبوا على الخواتم في الهميزات، هاهو خواتم في الهميزات، الذهب المستعمل والذهب القديم والذهب الجديد والذهب المستعمل، هادو كلهم الهميزات، كلهم مستعملين، كلهم زينة وخزينة. إذا هادو زينة وخزينة ما شاء الله، زيدوا مازال عبد المحيم كيزيدكم شو تبارك الله، زيد أولدي زيد، بارك زيد، بارك أسيدي. اذا نقولوا بركه، ندوزوا هذا الخاتم باش ندوزوا حوايج اخرين. بالنسبه للخواتم هادو نبداو بهذا نيت مباشره، هذه الكلو بهذا الشكل، هذا الميزان ديالو 3.3 كيبقى الثمن ديالو 2400 درهم 48000 ريال.
48000 ريال ما شاء الله. كنمشيو كذلك هذا الثاني هذا الثمن ديال الميزان ديالو فيه 4 غرام موديسي كيبقى الثمن ديالو 66000 ريال 3000 ديال الدرهم 3000 ديال الدرهم. كنمشيو كذلك لهذا صحيح وزوين الميزان ديالو فيه 4 غرام و70 كيبقى 68000 ريال 3400 ديال الدرهم 340 اورو 340 ديال الاورو. كاين هذا تاع هو الوزن ديالو فيه 5.3 كيبقى الثمن ديالو 390 اورو 390 فرانك ما شاء الله 390 فرانك. نمشيو كذلك لهاد هاد هاد الخاتم هذا اللي هو الميزان ديالو تاع هو 3 غرام اوديسي الثمن ديالو 44000 ريال 2200 ديال الدرهم. كاين كذلك هاد الخاتم هذا الميزان ديالو هو الميزان ديالو هو 11.30 كيبقى الثمن ديالو 8000 درهم. تعلق ديال الكلاش كاين انظمه البنات هذه هذه ميزه هذه وقت مناسبه للعيالات اللي بغاو يتقداو يشوفوا هذه الاجواء اللي حنا فيها ديال الذهب هذا الرجوع اللي كاين هذا الانخفاض اللي هو كاين. ما تنساوش يطلعوا حتى يقولوا كنت تقدينا لا صار استافدوا. هذا في 5 غرام و40 كيدير 82000 ريال 82000 ريال ميزه ما شاء الله. كاين حتى هذا الموديل هذا الميزان ديالو 6 غرام و40 كيبقى الثمن ديالو هذا كيبقى 92000 ريال اناناس 92000 خاتم جميل جدا. الثمن ديالو ميزان الثمن فيه 8 غرام و70 كيبقى 720 درهم الغرام 6200 درهم. شوفوا معايا 6200 درهم 620 ديال الاورو. كي كذلك هذا شريطه ها شريطه معاك وريني التعليق هذا الكلاش تعاقد الكلاش اوليدي شي شريطه معاك هذا 720 درهم 62000 ريال 62000 ريال. بارطاجيو سكرين يا بناتي سكرين يا بنتي الا بانتك شي حاجه سكريني وصيفط صيفط لينا نعطيك واش الحل اوليدي. كاين كذلك هذا 700 ديال الدرهم 700 درهم الغرام الميزان ديالو 700 مضروبه في 3.8 كتبقى 2660 درهم 266 اورو. ميتين وستة وستين أورو. كاين كذلك هذا الخاتم هذا الفن العجيب مرياج وكاين هذا الوزن ديالو هذا الوزن ديالو 3.7 كيبقى الثمن ديالو 730 درهم 54000 ريال 54000 ريال. يا سلام يا سلام أشهد الانخفاض أشهد الرجوع 8.6 الثمن ديال هذا 750 درهم ها هو 6500 درهم 650 اورو 650 ديال الاورو 130 ريال. واه الله كاين هذا الخاتم هذا اللي كيبقى الوزن والثمن ديالو 10.2 الثمن ديالو كيبقى 150000 ريال 150000 ريال. شوفوا معايا جديد هذا جديد تبارك الله درناه تخفيضات هامه في جميع الانواع ديال الذهب. كاين كذلك هذا ها هو الرافينيتي كيبقى ب 730 درهم للغرام 730 درهم للغرام 730 10 غرام و80 730 درهم هذا كيبقى ب 7800 درهم 780 اورو 780000 فرنك. كاين كذلك هذا الخاتم هذا هانتوما البنات اللي كيقلبوا على الهميزات وكيقلبوا على الاقتناص
كاين شي قناصات كيعرفوا يختاروا تبارك الله. شوف هذا الخاتم حتى هو ممتاز. الوزن ديالو هو 85 غرام و80، كيبقى الثمن ديالو 90,000 ريال. هذا 90,000 ريال، 4,500 ديال الدرهم، 450 أورو. هكذا الخاتم أودي حيدهم، حيد الخاتم بركة حيدهم الخاتم. يا مرحبا ولله الحمد، مرحبا سلام الله حضر لينا بالدرهم. مرحبا أختي وفاء، مرحبا مرحبا أختي وفاء، ألف مرحبا. أي تساؤلات حنا معكم بها إن شاء الله. إدريس أرادكو عفاك، إياه ندوزو لرادكو إن شاء الله، إياه أجلة ندوزو لرادكو ندوزو لرويان. هذاك الرادكو عبد المعين، الرادكو ليدي هاد السلسلة، هاد المصحف هذا برادكو طويل، اللي كتبغي الرادكو طويل راه كاين، حتى هو رادكو هاد الشكل العجيب. الميزة ديالو ها الرادكو تاعو ندوزوه، يلاه بارطاجيو البنات، بارطاجيو باش نشجعو. هاد المرعي بحال حل الباب، حل الباب اودي، شوف اهبط كاع الريم، خدم الكليمة، خدم الكليمة، اسف الصوت، خدم الكليمة. إذن هذا هانتوما تشوفوا رادكو طويل ديال الكبسي هذا اللديمة، ها هو الميزان ديالو، وما شاء الله شوفوا معايا، شوفوا القديم هذا البراسي، قديم هذا سميتو قديم ما شاء الله تبارك الرحمن. هو سلسلة طويلة اللي كتبغي حاجة صحيحة زينة وخزينة، ها هو كاين هذا، كاين هذا في أبهى حلة. شوفوا المصحف كي قديم، شوفوا السلسلة كي قديمة. اللهم بارك. تواصل معنا أختي أسماء، تواصلي معنا عبر الهاتف 06 78 91 34 27. بولحية الآن ما عنديش، ما بقاش عندي بولحية، ما بقاش عندي. هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، شوفوا معايا الجمال، الفن، الأناقة، الروعة. خالد هذاك بولحية، أو يدك بولحية إلى ما زال. هذه المجموعة، هذا اللي وريتكم دابا فيه في الميزان ديالو على بركة الله فيه 34 غرام و70، كيبقى 730 غرام، 2,530,000 فرق، هي 25,300 درهم. شوفوا كيفاش داير من الداخل ديالو، كيفاش كيبان لكم، شوفوا من برا، ها هو هذا المصحف، هذا الأقدمية، هذا الصح، هذا زينة وخزينة بطبيعة الحال، هذا الجمال، هذا الفن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأناقة دائما، الفن دائما، زينة وخزينة هي المبتغى، وهي اللي كل واحد او كل انسان عنده الامل في الحياه، وعنده الامل في يخلي رزقه بين يديه ويستافد. ها هو زينه وخزينه اللي كتبقى ب 2,530,000 فرق، هي 25,300 ديال الدرهم. اذا كذلك ندوز لحوايج اخرى. دائما الجديد، دائما اراعد معهم هذو ولدي، دوك المصاحف ودوك الكرافاجات، الميزات القدام، الذهب القديم، الذهب القديم ما شاء الله. هانتوما لا مولاتي، كاين هذا كذلك، هي تبارك الله، الناس ديال الدروه، الناس ديال الدروه، الناس ديال الاختيار الافضل والارقى والابقى دائما. ما نساوش الناس اللي تقدوا عندنا من الرباط، الناس من فاس، الناس من مكناس، جميع الانحاء ديال المغرب كتجول هنا في محل وفي دكان وفي معرض الذهب عند مجوهرات المتوكل. اذا هادو كلهم كيبقاو بأثمنة جد مناسبه. ها هما بالنسبه لهذا، شوفوا ما شاء الله مصحف، شوفوا كيدير، بلاتي نحط هادو نهضر على هذا المصحف. هذا مصحف بشكل خطير، هادو يبقاو عندي
مصاحف راه مشاو عندي وعدو كذلك من دوك اللي باقيين يدينا مشاو هادو خصنا نعوضو نطلب الله العوض وهو العوض من العوض هاد البلاصتي هذا عفوا وهاد هاد المصحف اللي الوزن ديالو على بركة الله تعالى في 41 غرام ونص 41 غرام ونص كيبقى الثمن ديالو 730 درهم الغرام ما شاء الله 3,300,000 درهم 30,300 ديال الدرهم 30,300 ديال الدرهم ولكن زينه وخزينه وهبه ومهيبه تبارك الله منظر ما شاء الله الاثار المغربيه لها خصوصيه ما شاء الله كطرب القلب وكذلك كتجذب الفؤاد ما شاء الله شوفوا 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 العيالات شوفوا البنات شوفوا البنات العاشقات البنات الاصيلات البنات اللي هما عندهم أصالة مغربية عندهم فن في التقاليد المغربية العريقة الأصيلة تبارك الله شوف ما شاء الله هذا كيبقى ب 3,300,000 درهم 3,300 أورو للمولاتي المغربية الأصيلة المتواجدة في ديار الغربة في ديار المهجر أنت الآن بين أحضان المغاربة بين أحضان الناس ديال بلادك أنت الآن في وسط المغرب ولو تقولي انت راكي بعيده لكن ما بعيداش لانك الان كتعيشي في وسط المغرب شوف تبارك الله شوف هذه القيمه ديال هذا الخير ديال ملي كتشوفي المغربيه ابنتي المغربيه كتشوفيها اللي فيما كنتي كتحسي براسك انك في وسط المغرب كنتي في الشرق او في الغرب كنتي في 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 اسيا او كنتي في اوروبا او كنتي في امريكا فالان ملي كتشوفي هذا الجمال هذا كترجع بك الذاكره وكترجع بك الروح وكترجع بك الشوق وكترجع بك لا لا الفؤاد لهذا البلد الحبيب شوف تبارك الله شوف شوف خاصية المغرب شوف تبارك الله الجودة ديال المغاربة تبارك الله شوفوا الفن ديال المغاربة شوفوا البنات أو العيالات شوفوا معايا شوفوا معايا المغاربة باش كيمتازوا هذا لا يتواجد إلا في بلدكم وفي وطنكم وفي مغربكم وفي الأصالة ديالكم إذن هذا كيبقى 3,300,000 درهم هي 3,300 أورو كنطول شوية ولكن الجمال ما كيخلينيش ندوز كيخليني الجمال توقف عنده الجمال كل شيء كيحبه وحنا أيضا كنحبوا الجمال شوفوا ما شاء الله كذلك هذا الجمال شوفوا معي هذا الفن شوفوا البنات شوفوا العيالات شوفوا المولاتي الأصيلة المغربية على جمال شوفوا معي شوفوا سعيد مسافر دائما كنحاول أنني نجيب لكم حاجة تعجبكم حاجة تطربكم حاجة اللي نتفقوا فيها أغلبية فينا كيتفق على الذوق الأصيل صغارات الكبارات البنات الرجال كل شيء كيتفق على الذوق المغربي الذوق اللي كيتفقوا عليه جميع المغاربة ذكورا وإناثا كل شيء كيحب هذا الجمال لأن هذا الجمال من الخصوصيات ديال بلادنا الله يعز بلادنا ويحفظها شوفوا تبارك الله شوفوا 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 إذن هذا الجمال هذا الفن بغيت جواب اخويا راه تكون الغرام شحال حنا جايين نقرا راه تقول دابا اختي على لا مولاتي مريم انت اختي اش درك في هذه السلسله هذه اش درك واش هذه صافي هذه خلات لي العقل راتكم مازال شويه العقل راتكم نسيتو دابا انا هو كاين حدايا ولكن دابا نسيتو ملي كنت نعبر على هذا الجو اللي انا كنعيش فيه دابا حاليا في وسط الذهب في وسط الكرافاج كذلك في وسط هذه العالي الذهبيه شوفوا تبارك الله شوفوا تبارك الله شوفوا على الفن هذه تحطيها على القلب اللهم بارك تحطيها على القلب يجيب الله الشفاء الدقات ديال القلب يتقادوا اللهم بارك اذا هذه يلا بارطاجيو البنات بارطاجيو الوفيات اللواتي كيحبوا البلاد ديالهم يلا العاشقه ديال الذهب يلا باقي ما درتيهم اللي مزاجو شي تكنز هكا هذا فيها 300 هذا فيه 41 غرام ودي سي كيبقى 730 درهم عوض 780 هاي اليوم 730 درهم الذهب طعم 50 درهم مجوهرات المتوكل طايح ب 70 درهم 60 درهم المهم نتوما خصكم تستافدوا حنا عوضنا الله تعالى لكن بكم ما نخسروش بكم ما يضيع حتى واحد ان شاء الله عز وجل شوفوا 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 هذه كتبقى ب 33,000 درهم 3,000,000 واش ما تستاهلش 30,000 درهم شوفوا معايا شوفوا الطويله عشان دي ما تستاهلش 3,000 درهم هكا خويا يعني هي تاخذ الزوجه ديالك هاي الابيه الحاذقه تبارك الله ما شاء الله
لا حول ولا قوة إلا بالله. جاوب عبد المنعم. عبد المنعم تبارك الله دائما الابناء على 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 تواصل معكم. تمشيو كذلك المصحف آخر، إذا دائما في مجال المصحف. كاين مصحف آخر نشوفو مع شي سلسلة كش معاه. ها هي هذا المصحف هذا مع السلسلة توا 730 درهم. إذا طلع الدبرة حنا غادي نزيدو في الذهب. ها انتم شوفوا معايا، شوفوا معايا الذهب غادي يزيد حيت هبط الدبرة، حنا هبطنا ولكن راه إلا تزاد عاد تقولوا ما تقديناش. إذا ها هي كرافاج، شوفوا معايا كرافاج بالمصحف ديالها ممتازة ما شاء الله. الوزن ديالها كذلك غادي نوريكم الوزن ديالها ما شاء الله. ها هو كنتمنى هذا المصحف تشوفوا كيفاش كيبان. القدس حررها الله تعالى. الكرافاج اللي كتشوفوها، القدس في وسط المصحف نقولوا. اذا القلوب المغاربه دائما كسائر المسلمين كسائر المتشبتين باولى القبلتين، ها هي وثاني الحرمين، ها هما المغاربه كذلك كيعبروا عليها حتى في الصناعه ديالهم. المغاربه الحمد لله القلوب ديالهم متشبته بالاصاله بكل ما في معنى كلمه من معنى. ها هي كاينه في هذا المصحف كيف كتشوفوا، ما يدل على صدق المغاربه في كل شيء. المغاربه كيحبوا بلادهم بصدق. انتم شوفوا، انتم شوفوا، انتم شوفوا ما شاء الله، شوفوا الطول ديال هذا الكرافاج طويله ما شاء الله. الكرافاج هو هذا الوزن ديالو على بركه الله. نقول لكم ها هو الوزن ديال هذا الكرافاج مع هذا المصحف. دائما تواصلوا معنا سكريني وصيفطوا لنا في الهاتف ديالنا، حنا نوصل لكم الحاجات. اذا اي حاجه بغيتوا صيفطوها عندكم 730 درهم الغرام. هذا كيبقى جوج المليون و 8000 ريال، جوج المليون و 28000 ريال، هي 2140 اورو. شوف ما شاء الله 2140 ديال الاورو، 2140 ديال الاورو، 21400 ديال الدرهم. وها هو هذا الكرافاج تكون تكون عندك ان شاء الله تعالى. خصوصا تواصل معكم الا انكم تواصلوا معنا دائما. تواصلكم هو الذي يهمنا، هو الذي يخلينا ان شاء الله نزيدوا مع بعضياتنا لقدام. اذا التواصل هو الاساس. كاين كذلك هذه السلسله هذه، ها هي نخليها تدوز كاع مره اخرى. نبقاو في مجال ديال التعلق، مجال ديال عبد المنعم. عبد المنعم يلا بسم الله. اذا نمشيو لهذه تاع هي، شوفوا معايا ما شاء الله ما شاء الله. المصحف بوحدو شحال، اذا كل حاجه بوحدها نقولها لكم. ولكن تواصلي مع الدراري 06 78 91 34 27، هذيك 32 غرام و 70، الثمن ديالها كتبقى 25000 درهم، 2500 ديال الاورو، 2.5 مليون. شوفوا معايا، شوفوا الفن، شوفوا معايا الفن، شوفوا معايا الجمال، تبارك الرحمن، اللهم بارك، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الرادكو ها هو كاين، الرادكو ها هو جاي، انواع ديال الرادكو كاين. اذا تواصلوا معنا ان شاء الله تعالى. اذا هذا كيبقى بجوج ونص، 2500 ديال الاورو. كاين كذلك يا تبارك الله ما شاء الله القضيه مزهره دوما البنات. اليوم نبرعكم ان شاء الله تعالى كما ينبغي باذن الله تعالى، كما ينبغي باذن الله تعالى. اليوم غادي تشوفوا الاعجاب ديال الذهب المستعمل والذهب القديم والذهب ديال الهميزات وكذلك الجديد. انتم دائما مع مجوهرات المتوكل، انتم دائما مع سعيد المسافر، انتم دائما مع الذهب زينه وخزينه. زينه وخزينه معكم لانكم تبارطاجيو على اكبر نطاق باش كلشي يستافد، باش كلشي يقضي الغرض ديالو. الخير من يريد الخير لنفسه ويريد للناس. الانسان الطيب هو اللي يبغي الخير لراسو ويبغي خير الناس. الا ما خديتش انت استافد وخلي الناس يستافدوا، ولكن انت لك الاجر ولك الثواب. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذه زينه، شوفوا تبارك الله على تعليقه فيها، شوفوا على سلسله صحيحه. ممكن لا مولاتي هذه انت يا بنتي ممكن تلبسيها، ممكن تلبسيها لبنتك، ممكن تلبسيها لاختك، ممكن لماماك،
على كل الزينة وخزينة، الذهب طاقة، الذهب جمال، الذهب أناقة، الذهب روح للمرأة، بل هو روح للكون، بل هو روح لكل الناس. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين قطرة بقطرة من الذهب. الذهب هو زينة ما شاء الله بذكرها في القرآن. 16 غرام و40 هذه كتبقى 8 ديالها ما شاء الله 640 درهم للغرام. ها هي فيها 1,200,000 فرنك، 12,000 درهم فقط. واش ما استاهليش يا بنتي هذا؟ عانتي انت يا بنتي، انت لالا مولاتي، انت المرأة المغربية الحرة الحاذقة، المرأة اللي كتبغي تستفد من كل ما هو جميل ومن كل ما هو أنيق. هذا لا يستحقه إلا المرأة المغربية. تبارك الله عليكم النساء ديالنا، وكنخص دائما الجالية المغربية. علاش؟ لأن الجالية المغربية حقيقة هي اللي كتزيد تحب بلادها. علاش؟ لأن الإنسان يكون في الغربة كيكون مشتاق، كيكون مشوق لبلاده. لا إله إلا الله، بل هذا غير باب تذكير، لكن الحمد لله، الحمد لله، الحب ديالنا للوطن ديالنا، الحب ديالنا لبلادنا، والحب ديالنا للرجال ديال بلادنا اللي واقفين مع هذه البلاد دائما باش تزيد لقدام. حبنا لهم لا يوصف، ليس له حدود. حبنا لبلدنا هو حب راسخ، حب كيبقى دائما في الدماء ديالنا. تبارك الله، شوف هذا الشيء ورثناه على الوالدين ديالنا ورثناه على الاحباب ديالنا. شوفوا معايا هذه 12,000 درهم، 1,200 ديال الاورو. تحيه المغاربه ديالنا اللي كيتابعونا في جميع انحاء ديال المغرب، شرقا وغربا وجنوبا، وخص كذلك الناس ديال وجده، الناس ديال وجده اللي تبارك الله كيتابعونا، اللي كانوا عندنا واللي كيستافدوا تاو بزاف. نقول لهم تحيه لكم وجوارات المتوكل، كذلك الناس ديال عفوا ديال بركان، تحيه الناس ديال بركان، الناس ديال شكون هما دوك الناس ديال ما شاء الله، انا ما عارفش غادي نديرهم. إذن على كل حال سمحوا لي، المغاربة كاملة كاملين الله يحفظهم. عفاك أنا بغيت حلقات صفارة، صفارة نسيت أختي هاد النوع اللي كتقولي. على كل حال راه كيميتشا، أنا غاب شوية بشوية راني نسلع علينا. راه خالد أجي ولدي راه مد لي، راه كيقولوا مد لي باش نزيد نشوف. راه دوك السلاسل اللي من إيه خلي في السلاسل من بعد. كاينة هادي جديدة بنات تاع عندي السيدة، او قدر الله ما شاء فعل. ها هي جات، لكن خفضة في الثمن شي، اما زوينه ما شاء الله، بقى جديده تبارك الرحمن. شوفوا على الشوبار فيها، شوفوا على الباب اللي هو حق الان هو اللي لعب. ها هو تبارك الرحمن، هذا السلسله بالنسبه للسلسله، وهذا الباب هذا كتبقى الثمن ديالها اللهم صل على الحبيب، كتبقى ب 11,200 درهم. 11,200 درهم، 11,200 درهم، 1,120 ديال الاورو. عطيني خلي هذوك باش انا راني ندوز هذو اللي هنا باش الناس يوين تنسى فرنين. 11,200 درهم. تحيه للناس ديال السوس، تحيه للناس ديال الجنوب. هذه 11,200 ديال الدرهم، اللهم بارك. عندي كذلك هذا الرادكو بهذا الشكل العجيب ريزينغ، وعندي معاه القرميطة ديالو ريزين كذلك. ها هي القرميطة ديال ريزين، كتبان لكم قرميطة. وكاين كذلك الرادكو، انا غنوريكم كل حاجة بوحدها. 20 غرام الإخلاص، أم عمران جنات، الله أكبر، الله أم عمران، أم عمران وأم جنات، بارك الله. هانتوما شوفوا ما شاء الله، هانتوما هذا ديال الريزينغ رادكو، ومعاه القرميطة ديالو. الثمن ديالو هو هذا، الثمن هو هادي، راها جديدة البنات، هادي راها جديدة ما شاء الله. كتبقى الثمن ديالها 18,000 درهم، 22 غرام، كتبقى 1,800 ديال الأورو. هانتوما 1,800 ديال الأورو. بارطاجيو البنات، بارطاجيو النساء ديالنا المخلصات اللي كيحبوا الجديد وكيحبوا الزينة وخزينة. هانتوما الوفيات تبارك الله عليكم، الصديقة تبارك الله هاما. إذا هذا 18,000 درهم، 1,800 ديال الأورو. دائما معكم سعيد مسافر في عروض جذابة وخلابة وراقية. كاين كذلك هذا القرميط، هذا شوفوا معايا القرميط، إذا بغيتي تعلقي به شي نصاص، هذا كله ذهب، كله زينة وكله جمال. الوزن ديال القرميط هذا ما شاء الله فيه 60 غرام فاصلة 5، الثمن ديالو كيبقى 730 درهم للغرام. بيني وبينكم في الحقيقة هذا ما شاء الله، هذا زين، 60 غرام فاصلة 5،
730 درهم للغرام. شوف معايا كيبقى 44000 درهم، 4,400,000 فرنك. شوفوا 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 ما شاء الله، هذا 1000% للام التي تربحي فيه، ماشي 100%، 1000%. كتبقى غير مسألة ديال بعض الوقت فقط. انتما كتعرفوا الذهب اليوم هاد النزلة هادي ما كتبشرش، يعني راه لابد غيطلع الذهب، هذا على حسب ما اعتقد. شوفوا معايا ها هي كتسناكم. كي كذلك هذه سلسلة هانتوما الرافينيتي عند سعيد المسافر، الرافينيتي مع الشبار في هذا الشكل الجميل، هذا الشكل الغريب، في هذا الشكل الأنيق، في هذا الشكل زينة وخزينة. يلا هاد الناس ديال تيك توك، يلا ما تغبروش، يلا عبروا، يلا يعبروا، عبروا على الحب ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. يا سلام يا سلام يا سلام، سلم يا سلام، سلم يا سلام، سلم لي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا سلام سلم. شوفوا شوفوا معايا هذه الوزن ديالها على بركة الله، فيها في الميزان ديالها 14 غرام و80، الثمن ديالها كيبقى 770 درهم للغرام، فقط 11400 درهم، 1140 اورو. شوفوا معايا 1140 اورو. تحية لنادي الحد سوالم، هكا وهكا الاطلالات. اللهم صل على الحبيب، تا هما نادي الحد سوالم هما بدو يصلوا على النبي. يلا صلوا على الحبيب، شوفوا اي مدينه سمعوا منها الصلاه على رسول الله. يلا 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 احبابات، يلا المحبات لرسول الله، كل وحده في شي مدينه سمع الصلاه على النبي. وحنا كنبيعوا ونشريوا، وحنا كنعمروا وقتنا بالبيع والشراء، وفي نفس الوقت كنختاروا، وفي نفس الوقت كنذكروا الله تعالى. 11400 ديال الدرهم، شحال من وحده او شحال من واحد كيجيو عندنا كيقول لي حنا حتى ما كنشوفش من عندك، كنستافدوا لله الحمد، الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه في الحقيقه هذه نعمه من الله عز وجل ان وفقنا لها، اننا كنصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم. تحيه للعيون، تحيه للناس ديال الصحراء المغربيه، الصحراء ديالنا، الصحراء صحراؤنا. اشنا هي ديك الاغنيه اللي كيقولوا قولوها معنا؟ ويلي ويلي سيدي ديك البدايه ديالها كاع، اسمحوا لي راه مشات من البلاد ديالي، مشات من بالي. على كل حال الزمان، تحيه للناس ديال العيون، تحيه للناس ديال الداخله، تحيه للناس ديال الصحراء المغربيه. الان عندنا الاذان مباشره في مدينه الدار البيضاء، مباشره في درب السلطان، مباشره عند المعرض للذهب مجوهرات المتوكل. اللهم صل على سيدنا محمد. لا اله الا الله. الله لا اله الا الله. اذا بعد الاذان ان شاء الله نبداو ثاني العرض ديالنا. شوف اخي هذوك التعليق كاين كذلك هاد الغورميطا هضراتكم، هذا ديال الريزين، هذا في الهميزات. شوفوا معايا في الهميزات ما شاء الله، شوفوا معايا المسائل تبارك الله ما شاء الله. هذا ما شاء الله اللي فيه في الميزان ديالو، في الميزان ديالو فيه 28 غرام و90، كيبقى الثمن ديالو 740 درهم للغرام، دا كيبقى 21400، 1,028,000 ريال، 1,028,000 ريال، 21400 هي 2,140 ديال الاورو. سكرينيو، صيفطوا العنوان ديالكم،
وتوصلكم اي حاجه طلبتوها، حتى المكان اللي نتوما فيه بالمجان بطبيعه الحال، دائما دائما على حسب مجوهرات المتوكل. اذا الذهب هو زينه، وخزينه هو الشعار ديالنا. كاين كذلك هذه التعليقه اللي فيها هرمس او كيسميوها مع ايه الكرسي، حتى هي في الهميزات ما شاء الله. شوفوا معايا، شوفوا الجمال، شوفوا الطول. هذه فقط الان طاحت فيها، حتى هي كذلك 16 غرام و20 كتبقى 740 درهم للغرام، كتبقى 12000 درهم. هذه 1200 ديال الاورو، 1200 ديال الاورو، 12000 درهم، 1200. ها هي، هل توجد ثلاثية ديال المبروم؟ ديال المبروم كاين اختي، واش المبروم شحال القياس اختي؟ كاينه 12000 ديال الدرهم، 12000 ديال الدرهم. جمعوا لي هذا. كاينه كذلك هذا اللي فيها التعليقه هذه، تعلق دائما دابا الان في الهميزات. الوزن ديال هذه السلسله مع التعليقه هذه فيها ما شاء الله، فيها اللهم بارك فيها، فيها 14 غرام و60 600 740 درهم. هذه كتبقى 1,016,000 ريال، 10,800 درهم، 1080 ديال الاورو، 1080 ديال الاورو، 1080 ديال الاورو، 10,800 ديال الدرهم، 10,800 ريال الدرهم. اسكر هذه هنا، بسم الله. غورميت اليد بالخريشيشات كاينه، ها هي قريبه ليا كاع، كاين واحد الخريشيشات نيت حدايا هنايا، اللهم بارك. ارى لي كل شيء دابا، انا معاك اختي، خريشيشات دابا. كاين كذلك هاد هادي ديال الاسكا السلسله، هاد الفن، اللهم صل على سيدنا محمد. هاد الاسكا فيها ما شاء الله، فيها 6 غراموس، كتبقى الثمن ديالها اللهم بارك، كتبقى 5000 درهم، 500 ديال الاورو، 500000 فرانك، 100000 ريال. شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبه للتليفون ديالنا 07 0678 91 34 27، او لا اتصلوا بي ان شاء الله بعد ما نكمل 06 61 93 98 90. كاين كذلك هاد النوع القديم، هاد النوع اللي هو قديم، اللي هو عندهم موليه اللي كيبغيو هاد النوع، اللي هو ما شاء الله. شوف معايا هادو، هاد الكولي تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. إذن هذا عنده الخصوصيات وعندو موليه، عندو العيالات. شوفوا البنات، شوفوا معايا، شوفوا البنات الان اللي كيبغيو هذا الجمال، كيبغيو هذا الفن. شوفوا معايا البنات، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله على الاختيارات ديالكم، ما شاء الله على الاناقه تبارك الله اللي كتبحثوا عليها. خصوصا انا عندي كليان تبارك الله ذواق صراحه، ماشي غير كيشري بل هو زينه وخزينه هي. ما شاء الله، عافاك، واش 300 درهم يمكن تجيب لي شي خاتم مزيان؟ لا 300 درهم بنتي ما يمكنش ابدا، 300 درهم ما يمكنش. خاتم مزيان، زدتي خاتم وزدتي عليها مزيان، لا بنتي لا ما كاينه، 3000 درهم تجيب لك خاتم مزيان بنتي، زيد ليها واحد الصفر. اذا هذا الثمن ديال هذا الخير هذا، هذيك الماكينه وليدي بسم الله اللهم صل على النبي. اذا النظام اليوم كاينين. إذن بالنسبة لهذا الكولي هذا اللي عندنا اللي وريتكم، هذا كنقصد 3000 درهم. هكاك اختي، انا ملي قلت لي 300 درهم قلت واقيلا شي اخت شي بنت هذه، يلاه الله مسكينه تقول بسم الله في الذهب، ما عارفاش. تبارك الله عليك اختي، مزيان مصلحتي لي هذا، بارك الله فيك. هذا كيبقى ب 27600 درهم، 2760 اورو، 2760 اورو. نعم التعامل، لقد شجعتينا على شراء الذهب، مرحبا، الف مرحبا اختي، وهذا واجب اختي، الله يجزيك بخير بنتي، الله ينورك، واجب. 27600، تحيه لفاطمه، تحيه للناس الطيبين. اذا شوفوا ما شاء الله، حنا غادي نبلاتها بنتي، حنا دايجين. اذا هذا 27300، 2760 اورو.
نحاول نسرع ولكن ما لا يمكن كله لا يتركوا بعضه. احنا نحاول كاين هاد اللبة ما شاء الله تحيلتو تبع الى المباركة. شوف معايا هاد اللبة اللي هي ما شاء الله اليوم كاين كذلك اليوم الذهب القديم ما شاء الله. هذيك التعليقة القديمة هي كاينه هنا ولدي التعليقة العجيبة مع هذوك البراسلين مع هذاك الخاتم ديالو. اذا اليوم البنات ما يكون لازمكم تصلوا معايا على رسول الله. تحية الأستاذة أسماء. شوفوا معي هذا الخيط خيط الريح. هاو خيط الريح هذا باها قاعد يدولفني يلا جاو. لكن أنا راه عجبني هذا هذا راه فن هذا هذا لك للعروسة لك بنتي. هذا غاية 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 في الفن غاية 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 في الروعة. الله 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 اللهم صل على الحبيب. ورميت اليد بالخريشيشة. أنا عبد المنعم أنا ضرب هاد الخريشات فينا هما قربهم ليا باش ندوزو الخريشات اللي عندنا. هانتوما هانتوما الفن هانت يلا العروسة اللهم صل عليك يا رسول الله. الله عاشق في النبي يلا العاشقات البنات يلا العاشقات البنات الحبيب ندوزنا براسليت هميز العافاها كالحاج. أنا غندوز دابا يا بنتي غدا بنت عندك بنتي. هيدا هذا هذا خيط الريح هذا مولاتي اللي بعثوا لي هذه المرأة ما شاء الله مرأة في هذا الكل العجيب. شوفوا معايا شي حاجة نادرة اللي هو الميزان ديالو 48 غرام وديسك الثمن ديالو كيبقى حتى 1,650,000 أورو 36,500. شوفوا قديم هذا وكين هذا تا هو كين هذا هذا تعلق سلسلة مع الخرشيشات شوف كي دايرين خليهم زوينين اللهم بارك واعرها. شوف الوزن ديالها فيها 7.4 كتبقى 5,700 درهم 570 أورو ولكن الرافينيتي عند مجوهرات المتوكل بثمن جد مناسب. ميزة بطبيعة الحال هذه ميزة ولكن الواقع هو اللي كيدوي والجمال هو الذي كيعطي هو اللي كيدوي هو اللي كيقول الكلمة ديالو. هاهي كاين هاد السيد تا هو شوف معايا سيدي تبارك الله شوفوا الخدمة ديالو كيفاش شوف كيفاش داير الوزن ديالو الثمن ديالو بالنسبة لهذي 13 غرام و 30 الثمن ديالها كتبقى بنتي هذي كتبقى 1,006,000 ريال 1,030 ديال الأورو 1,030 ديال الأورو بلاتي بلاتي كاين كذلك هذا أستا مدلي عدوني مدلي باش نسد كاين كذلك هذا حاولت مدلي وليد غير نسد باش نسد هذا لا مدلي باش هكا هكا بحال هذا حلو شويه باش حط لي الطنج عطيني عبارات ديالهم سيدي كيجيك شي خفيف وظريف. كاين هذه 17 غرام تأكدوا بالميزان ديال 17 غرام لا 16 غرام ونص عفوا 16 ونص كتبقى الثمن ديالها 13,000 درهم 1,300 ديال الأورو 1,300 ديال الأورو 16 غرام ونص. كاين كذلك هذا الكولي هذا شوفوا معايا هذا تحية لسميرة أختي تحية لسميرة عتيقة والكوكبة الرائعة اللي كتستافد من هاد القناصة اللي كتقنص الجمال وكتقنص حاجة اللي هي زوينة وقديمة وجديدة ونادرة شي حاجة ديال خاصة الخاصة. شوفوا معايا شوفوا معايا هاد الفن هذا هادي قديمة هادي شوفوا على جمال البنات وقولوا لي اش ظهر لكم قرمت الخريشات كاين دابا أم هلال شوفوا معايا أم هلال اش ظهر لك في هذا الجمال شوفوا هذا السلسلة هذه تبارك الله عليكم حياكم الله. عافاك شي كولي ديال البنانه ديال البنانه كاين خالد ديال البنانه خالد داك اونصومبل ديال البنانه راه كاين
إذن هذا قديم ولكن شي حاجة روعة، شي حاجة عميقة، شي حاجة جميلة. بالنسبة لهذا بنتي، هانت يا بنتي شوفي هذا، هذا ممتاز الوزن ديالو الثمن ديالو. ممكن تعطينا عبر ضيق هذاك، هذا فيه 13 غرام و 30، يا سلام. ولكن شي حاجة ما ضيعوش، هذا كيبقى 11000 درهم، هذا 11000 درهم. هذا ماشي بحال المستعمل، هذا قديم، هذا قديم، هذا قديم ما شاء الله. 11000 درهم. ها هو، تواصلوا معنا دائما عبر الهاتف ديالنا اللي هو 07 75 04 66 30، ولا هاتف كذلك اللي هو 06 78 91 34 29. دائما كنكرر كاين كذلك هذا الشوكة، هذه الشوكة العجيبة. شوفوا ما شاء الله اللي كاين الناس كيقولوا القديم، شي كيبغوا شي حاجة قديمة، كنقول لهم ها هي عند مجوهرات المتبقي. القديم دائما والجديد دائما والمستعمل دائما وما الى ذلك، كل شيء ان شاء الله عند مجوهرات المتوكل. تحيه للمتابعه ديالنا، تحيه للعاشقات. شوفوا معي هذا الخير، هذا حقيقه ما سخيتش بها هذه. الله الله، نجبر نضم 200 غرام. كاينه اختي مرحبا ليلى المباركه، كاينه اختي مضمه ديال 200 غرام، كاينه ديال 190، كاينه ديال 300، كاينه ديال 400، كاينه ديال 400 وزياده، كاينه ديال اللي بغيتي كاين. بالنسبه لهذا العجب، ها هو هذا ما شاء الله. بالنسبه للبلان اللي صاتني على البلان، ها هي كاينه في المستعمل، غنرجع ليها دابا. ولكن بارطاجيو البنات، بارطاجيو شتكم، ما كتبارطاجيوش. اللي صلى على النبي تبارك، اللي صلى على النبي تعاونا بالبارطاج. ها هي ما شاء الله، اذا هذه قديمه ما شاء الله، هذه عندها الناس اللي كيعرفوا هذا العجب. هذا ها هو واحد الخاتم، واحد الخاتم براسي ها هو واحد يديك اولدي. بالنسبه لبنتي هذه، هذا الشكل، هذا شي حاجه راه ما دايرهاش. هذا حقيقه عنده الناس مالي، هما اللي كيفهموا هذا هذا ماشي كلشي. بالنسبه للحجر ديالو، شوفوا الحجر كاين، هذا كله روزه حره، الحجر اللي فيه شي حاجه واعره. دابا ندوز للبراسليات اختي، دابا عافاك الحاج دوز لينا البراسليات. مرحبا مرحبا. اذا هاد الشوكه هذه بهذا الشكل، هذا ها هو كدير ما شاء الله. الميزان ديالها اللهم بارك، الميزان ديال هذه اللهم بارك فيها 64 غرام، قول 65 غرام فيها. الثمن ديالها كيبقى، شوفوا معايا، هذيك تبقى 68000 درهم، 6 مليون و800000 فرنك، 6 مليون و800000 فرنك. ها هي 68000 درهم، يا سلام. هذه شوكة شي حاجة واعرة، شي حاجة صراحة. أنا ما شوفو كيف تبارحة هكا كتجي ما شاء الله، كتجي بحال هكا ربما، ولا شوف كيف يدور العيالات. على كل هذه 68000 درهم، 6 مليون و800000 فرنك. ها هي مجوهرات متوكل، وحده فقط اللي كاينه حقيقه. انا ما سخيتش بها، ولكن ها انتما ما شاء الله حليمه. قلت له دير مشكل ماشي في الفهم، المشكل في الجيب. ربي يعوض، هو العوض ومن العوض، كن فيكون. ما شاء الله تماما اختي، تماما كتعني واحد النوع ديال الاحجار الكريمه اللي حره، كتكون زايده شي في الثمن اختي ليلى. بالنسبه لهذه كاين هاد خالد، هذه اختي الميزان ديالها ما عرفتش طاحت. ها هي صافي، هي فيها 24 غرام، هذه 24 غرام ودي سي، هذه فيها 24 غرام فاصلة دي سي، 24 غرام ودي سي. كتبقى الثمن ديالها كلها كتبقى 17600 درهم، 17600 ديال الدرهم، 17600 ديال الدرهم. تبارك الله، 17600، 1760 اورو. بالنسبه لهذه بوحدها، ها هي بالنسبه ديال العقب بوحدها، فيها في الميزان ديالها، فيها في الميزان ديالها، فيها في الميزان ديالها اللهم بارك. ها هي فيها 12 غرام وديسي، كتبقى 8900 درهم، 890 اورو. هذه 890 اورو،
890 ألف فرنك بالريال، كتبقى 178 ألف ريال. هذا البلاصة وي فينا ما خرج هذا الجورميت ديال قشاوشة هاد المهم. على كل حال ندوزو هاد البراسلي هذا ريتما يبانو بين قوسين. كاين هاد البراسلي الأرضي اللي ميزت في البراسليات، كاين هاد الدبليج هذا الدبليج أرضك أر ميستر رودي، كاين هذا في الميزات ميستر رودي، كاين هذا دبليج في الميزات في الوزن ديالو ميستر لبا، الوزن ديالو اللبا مازال باقي اللبا وباقي ميتشا مازال 13 غرام فاصلة 40 13.4 هي 13.4 الوزن ديالو 13.4 13.4 الثمن ديالو 720 درهم للغرام 9600 درهم 960 أورو 960 أورو هذا 6.3 9600 ديال الدرهم ها هو سيرو اللي حطو تما. كاين هذا البراسلي فين واخا في هذا البراسلي خالد ها هو كاين هذا البراسلي ديالو ها هو خاتم بالبراسلي ديالو شوف معايا خاتم بالبراسلي كله زوين القياس ديال القياس ديال هذا فيه قياس 6 القياس ديال الخاتم القياس ديالو القياس ديالو ما شاء الله القياس ديالو 59 الميزان ديالهم بجوج فيهم 23 غرام الثمن ديالهم كيبقى 17000 درهم 1700 ديال الاورو ما شاء الله على الجمال شوفوا معايا 17000 درهم 1700 بالنسبه لنساس لويس كيديروا دابا 530 اورو 530 الف فرنك شوفوا ما شاء الله هذا كيبقى ب 17000 درهم 1700 ديال الاورو توصلوا مع عبد المنعم توصلوا مع خالد توصلوا معنا عبر الهواتف ديالنا الف مرحبا بكم. اذا هذا فن خطير مع الخاتم ديالو ها هو راسلي ميزات الذهب المستعمل زينه وخزينه دائما. هذا ندوزو دائما القديم الريال ديال هذا ندوزو هاد البراسلي هذا تاعو في الميزات الذهب المستعمل دائما كنقول لكم الذهب المستعمل القياس ديال البراسلي هذا القياس ديالو 6.4 الميزان ديالو 42 غرام الثمن ديالو كيبقى 730 درهم للغرام كيبقى 3300 ديال عفوا 3600 درهم 3600 ديال الاورو 3060 اورو 3060 اورو اللي هي 3,012,000 ريال هي 30,600 درهم. العرض ديالو ما شاء الله العرض ديالو ما شاء الله فيه العرض ديالو 3 الدورة ديالو 6.3 الثمن ديالو سمعتوه كما سمعتم. كاين كذلك هذا ديال البيس ديال الكارتي القياس ديالو 6.1 الميزان ديالو 12.1 الثمن ديالو 730 درهم 8800 درهم ولكن تقول عمرو تلبس 8800 درهم اللي هي 880 اورو هيا نزيدو على بركة الله. كاين المنظم العيالات سنو المنظم راه كاينين دابا هو السلسلة هادو ها هما كاين السلسلة هاد من هذا شوفوا معايا دائما انخفاض تام في الذهب هذا 35 غرام و 30 كيبقى الثمن ديالو 28000 درهم 28000 درهم 2800 ديال الدرهم 2800 ديال الدرهم 2800 ديال الدرهم 2,800,000 فرنك يعني 2,160,000 ريال. كاين كذلك السلسلة هادي شوفو معايا السلام عليكم سي الحاج وعليكم السلام اختي الطيبة مرحبا ألف مرحبا فيروز ولا مرحبا بك اختي. اذا هذا رادكو شحال اش ميزان بغيتي اختي دابا غندوزو دابا 32 غرام 40 8740 درهم هادي 2,400,000 فرانك
جوج المليون 24000 درهم طويله هذه كتلبسها هكا ديري فيها اللي بغيتي التعليقه اللي بغيتي 24 درهم 2400 ديال الدرهم عفوا 2400 ديال الاورو جوج المليون 80000 ريال هذه زينه وخزينه دائما اشي براسلي كلو خالد هل المقياس اللي عندنا ما عرفتش المقياس اختي اللي بغيتي قال لك خالد اش مقياس بغيتي بغيتي الصغير بغيتي الميان بغيتي المتوسط بغيتي الكبير امري حنا عند الطلب باذن الله عز وجل تحيه للناس ديال تطوان يا مرحبا اطلاله جميله الناس ديال تطوان كيطلعوا لينا الكليان ديالنا ها هما بداو كيبانوا تحيه لهم وتحيه للناس ديال الشاون هو ما نساوش الناس ديال الحسيمه تبارك الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 23 غرام و30 740 درهم هادو 17200 درهم ها هما الكيلو ها هما الكيلو بنتي 17200 درهم هي 1720 ديال الاورو هنا يكمن الجمال هنا يكمن الكمال وهنا يكمن الاناقه والرقي تبارك الله شوفوا معايا شوفوا معايا البنات اذا هذه زوينه هذه الكافي ديال القهوه تبارك الله